يا أهلا 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 وسهلا، يا أهلا بيكم. دخلوا ولادكم الأوض يا حبايبي، اقلعوا لجوازاتكم ملط ودخلوا للعيال الأوضة. أهلا 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 أهلا. فقرة سونيا سليم الأمريكية مش المصرية، سونيا سليم الأمريكية. أهلا أهلا. لا لا لا، ده احنا جايبين لكم معلومات من حتت كبيرة قوي. نركز بقى الليلة دي، عشان الليلة دي ليلة مفترق. حضرت لكم الجعران او مصحف، امال ايه؟ اتفضلوا معايا. يا اهلا يا اهلا، دخلي العيال الاوضة، نيمي ولادك، اتمسخري لجوزك عشان ما يقرفنيش انا، واسمعوا اللي بيحصل في البلد. يا اهلا وسهلا، اهلا اهلا. انتوا قلبي، انتوا قلبي. انا محتاجه لبانه، الاداء محتاج، الاداء محتاج لبانه، محتاج لبانه. لا، ما جه لبانه عشان اعرف نركز في الكلام. ها، اصل الكلام دخل على الطب والسياسه، قعدتنا مش سياسه واقتصاد بس، لا دي القعده بقت سياسه واقتصاد وطب عالمي، عشان كده نركز. اهلا يا هناء يا حبيبه قلب امك، ازاي؟ ازيك يا هناء، يا رب تكوني جبتي قميص النوم الاحمر اللي قلت لك عليه. اتفضلوا معايا، اتفضلوا معايا. ده انا طول الليل قاعده مع الجعران الحزين عشان يبطل حزن، طول الليل قاعده بحضر في المواضيع دي، والمواضيع دي ما تطلعش بسهوله. اهلا بيكم، انا بديكم فرصه بس تنيموا العيال وتلبسي لجوزك الوان. البسي له مفتشي دلوقتي، خشي جوه، هديكي فرصة تلبسي مفتش، هديكي انا فرصة عشان ما تقعديش تتضايقي. طب ما هي انا اعمل ايه، ما الاداء محتاج كده. خشي العي للراجل، وثقة بالنفس، ثقة بالنفس اهم حاجة. قران الازرق اهو، خلي بالك الحاجات دي مدروسة، الحاجات دي من مقري عليها كتير. والقران التركواز اهو، خلي بالك الحاجتين دول مهمين، ونقلع دول بقى عشان نخش في السياسة والاقتصاد والدواء، عشان الموضوع بهو قوي. وانا ليا رسالة، عندي رسالة عايزة اقدمها لمن يهم الامر، عشان ايه؟ اللهم بلغت خلاص كده الموضوع بهو. خلي بالك الارهاب النفسي بيجي منين، تمام؟ خلي بالك. يتوب علينا ربنا، يدوب علينا ربنا بقى، مش شغلنا دي يا اختي، ما باخدش منها حاجه والله، بس لازم اقول. بصوا يا جماعه، في دواء دلوقتي في الولايات المتحده الامريكيه. اهلا وسهلا، ماي خرسيتي رجعت تاني، ما تقلقوش من المشهد اللي انا بعملاه. انا لازم اخش في مشاهد عشان اهدى، عشان امارس الثبات الانفعالي، عشان ما اتلطش فتنموا. في دلوقتي حاجة قديمة جدا بقى لها قرون وعصور، ولكن رجع دلوقتي للساحة السياسية والساحة الاقتصادية وساحة العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، وبقت ليجو، بقت مصرحة في ولايات مختلفة، وبقى دلوقتي يتعمل لها دعاية بأساليب غريبة جدا، ولكن لسه الخبر ما وصلش وطني العزيز جمهورية مصر العربية. فعشان كده عايزة أنبه وأحذر وأحاول أعزم فكر مختلف، عشان نلحق طبقة معينة من المجتمع وطبقة معينة من الشباب من الإرهاب النفسي والمصايب اللي جاية، عشان خاطر هدفي في الأول وفي الآخر دايما الإيه يا أولاد؟ الأمن والأمان. ده هدفي إيه يا أولاد؟ الأمن والأمان، وإن إحنا الأمن، وإن إحنا نحاول نسبق شوية، عشان عندنا دلوقتي الفرصة ان احنا نسبق يمكن لأول مرة في عمرنا، بسبب وجود الديجيتال ميديا، وبسبب وجود المثقفين والمفكرين من اللي هو ابناء الوطن. والله زي ما بقول لك كده، اول ما اقول لي كلمة وطن احس ان انا عايز امسك السجاد تاني. الله اكبر، يجعل كلامنا خفيف عليهم. الناس دي لما بجيب سيرتهم يا اختي، الواحد بيبقى عايز يعمل لهم عظمة عظمة. Alright. So, I'm gonna just read a list of diseases دلوقتي. أمراض مختلفة، يمكن كل الأمراض اللي البني آدمين ممكن يكونوا بيمروا بيها بتتعالج بزيوت المروانة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبقت مصرحة. بقوا الدكاترة دلوقتي بيقلبوا عياداتهم لعيادات نفسية، وعيادات بتبيع الإيه يا أولاد؟ المروانة، زيوت المروانة. بقت تجارة شرسة لأبعد الحدود، الدكاترة بيخطفوا من بعض patients، بيخطفوا من بعض مرضى.
بقت حاجات غريبة زي باركنسونز ديزيز ولا السيجرز ولا النيورولابسي ولا ديبريشن وطبعا الكرونيك بينز، ولو حد عامل عملية في ظهره ولا لو حد عنده سايكو بروبلمز ولا لو حد عنده نوع من انواع الاكتئاب وانواع مختلفة من الاكتئاب والاي في اي في ثيرابي فور جاد سيك هرمونال بروبلمز، دخلوا كل مشاكل الطب تحت علاج ساحر يا سادة وغالي خلي بالك، وهو الحب الميديسينو ماريجوانا او السي بي دي او الزيوت اللي مستخلصة من البلانت بتاع الماريجوانا. واحنا طبعا اكبر شعب واكبر ناس في العالم بنحب نعمل دماغ. صباح الفل يا معلم، خدوا الاستراتيجية بتاعت الدماغ المصرية وطبقوها بطريقة ذكية جدا 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 وصرحوها. المصيبة في بلدي، خد بس النقطة دي، خد معايا النقطة دي، ركز لي يا ولد يا ولد، مش هقعد اعمل شعري وميكيجي واحط الاحمر والاخضر وفي الاخر ما تركزش، لا ده انا صرفه والصرف باين، خلي بالك الحاجات دي مصروف عليه. في مصر دلوقتي للاسف الشديد برضو يا رب تكون النسبة اللي بحكي عنها دي نسبة صغيرة، بس انا بحاول انبه رجال الامن ورجال اللي بتحب بلدها، يعني خلي بالك ان النسبة الصغيرة دي خطورتها اعلى من تخيلاتنا، ولازم اطلعها في النور واوضح يا رب تكون نسبة صغيرة. هي to be honest with you انا شفتها نسبة عالية شوية. alright، نسبة المخدرات بتاعة الهلوسة وتجارب الجنس، مخدرات الهلوسة والتجارب الجنسية ايه ده ماله، مال الارهاب وصعود الارهاب والارهاب النفسي وانواع المختلفة من الارهاب بما فيهم العزومة على الانتحار. خلي بالك الارهاب و سيكولوجية الارهاب دلوقتي بتختلف، الحروب بتختلف، احنا اتكلمنا عن الحرب لما اختلفت خلاص، انا اسفة مع احترامي او عدمه، ما ننهبلش قوي قوي بفكرة السلاح لما مؤاخذة يعني ما كانت النووي النووي قاعد استخدموه مرة حزينة معفنة في هيروشيما ومن ساعتها عمالين يلوشوا. هل استخدم النووي في تاريخ البشرية غير مرة في هيروشيما؟ استخدم بعد كده في ايه؟ بأقوى سلاح في العالم، سلاح الإعلام، استخدموه بسلاح الإعلام عشان يلوشوا، بما فيهم الرجل الكلبوز الحلوة اللي في نفسه ده بتاع ساوث كوريا لما حط لك يختش النووي تحت بطه وقال له ابن كلب مجنون ابعده عنه، بيلوش. ثقافة التلويش دي تغيرت دلوقتي من الأسلحة، فاحنا ما نقعدش بقى نلم سلاحها غيرنا وشوية تفافات غيرنا ونبسط بيها، الموضوع كبر بقى هنا وبقى في الدواء بقى في الأمراض. الله يكرمك، ركز معايا ركز معايا، مش عايزة أطلط، هدي بقى نفسك يا اسمها ايه الشخصية، هدي نفسك يا سونيا يا اختي متغازة، هاتولي كعب الغزال، روش كعب الغزال خلي بالك مفيد جدا للصحة الجنسية. ما ليه، ما انت لازم تحطي لجوزك الوان فقيعه عشان تطلعي الدور اللي جواه. روز كعب الغزال بعد اذنكم، فاصل لو سمحت، لو سمحت يا سيدي المخرج فاصل، محتاجه احط روز كعب الغزال عشان اهدى، اصل بنفعل وبقول كلام كتير من غير ما ارتبه. لا مش اخري سجن النساء، بس مستحيل اخش سجن النساء. اجين ده اسمه روز كعب الغزال، ده عشان تطلعي ايه التور اللي جواه، عشان بيقولك ان هو هيخش 70 حورية وهيبقى 70 تور. ما يا اخويا ما تورينا على الارض شطارتك، جدك الهم فينا يا اخويا، ما تورينا شطارتك وهمتك على الارض الاول قبل ما تخش على الحريات، جاتك 60 خيبة بلاني لما احنا دفنينه سوا. اما حتى الكائنات الغريبة دي لما بتعزم دلوقتي النساء، العناصر النسائية الإرهابية بتعزمهم على ثقافة الموت. خلي بالك أبوس صوابع إيديك، المعلومات دي أنا جايبها بعرق جبيني وأنا بشطح طول الليل في الكباريهات، خلي بالك والله. بيعزموا النساء على فكرة الموت وإن في حاجة مستنياهم فوق برضو، يعني قصر كده. ليه بقى يا ولاد؟ خلي بالكم النساء كتيرة جدا جدا اتحرموا من السكن، واتجهوا دلوقتي للأسف الشديد بسبب غلو المهاري والمهر والشبكة والكلام الوسخ اللي احنا عمالين نضادر بيه، اتجهوا دلوقتي ان عشان خاطر يلاقوا اربع حيطان لازم يروحوا يفتحوا رجليهم لأي حاجة في أي وقت عشان خاطر بس ايه يعني يبقى في اربع حيطان. فمين منهم اللي طبعا اي ست في الدنيا، اي ست اي ملة اي حاجة في الدنيا سيكولوجيا لما بتبدأ تعمل المواضيع دي وتبدأ تعملها مع ناس وفي جروبات، ووجود المخدرات المثيرة للهلوسة
تمام؟ الهلوسة والهلوسة الجنسية. وبعدين هنرجع بقى لعصر الروم وغلبة الروم. خلي بالك أنا مش عايز أخش في الدين، بس احنا عايزين نعرف غلبة الروم ليه. من إحدى المصايب السوداء اللي حصلت في الرومان إمباير هي التجارب الجنسية الغريبة دي، وبتحصل للأسف الشديد لسه على مستوى صغير بس بتحصل. وبعديها بيحصل إيه؟ أمراض بتنتشر، اكتئاب بينتشر، شعور بالانتحار بيكتشف، نسب الانتحار بتكبر من هنا. وفي نفس الوقت الناس التانية المتطرفة بتقول لك طب ما تيجي نعزمهم على ثقافة الموت، ما أحسن لنا إن احنا نقعد ونخش في غيبوبة الموت دي مع نفسينا عشان خاطر ناخد الفردوس ده. فخلي بالك الدنيا عمالة تتلغم طول ما المخدرات المختلفة موجودة، وعشان كده بيحاولوا إن هم يلحقوا الأمريكان من أي حاجة فيها تطرف نفسي بالسي بي ديز. الموضوع كبير أنا عارفة، يعني هحاول اخففه شوي. انتوا عارفين للاسف الشديد انه الترند او الموضه او الحاجه اللي بتحصل في امريكا مصر بتقلدها على مستوى الشباب والاجتماعيات. يعني مصر بتقلدها بعد 10 20 سنه، يعني حاجه تكون اتدرست هنا واتهرست هنا واتاكلت واتف عليها، وبعد كده مصر تبدا تقلدها في الشباب. لكن احنا دلوقتي معانا سلاح عظيم جدا جدا هو الديجيتال ميديا، وفي ناس كده محترمه بتترجم لك بالعربي ايه اللي بيحصل عشان خاطر تلحق نفسك اول باول وتاخد بالك من السيجمنت دي من المجتمع. خلي بالك من السيجمنت دي، السيجمنت دي عاده بتبقى ناس اهاليها معاها فلوس كتير، alright. بس دول ناس مهمه في حياتنا، كل الناس يعني مهمين، الناس كلها مهمه. alright. في الطبقه اللي معاش فلوس بتاخد حاجات بتموتهم وطرق مختلفه وبيبقى فيها اغتصاب وضرب ومش عارف ايه. في الطبقه الثانيه اللي بتتبرع ان هي بدل ما تمر باغتصاب بتبقى هو عايزه الجروبس دي، عايزه تناول الجنس بطرق مختلفه مع ناس كتيره، مع ناس مختلفه، مع تبديلات، مع انواع مختلفه، لان كل المخدر اللي بياخدوه بيوصل دماغهم يا عيني بيشل بدنهم شويه، وبعدين بيوصل تخيلاتهم لدرجات غريبه جدا. مش عارفه افهمها لك ازاي دلوقتي وانت فايق، لو انت فايق اصلا، بس بيوصلهم لدرجه من التخيلات ان هم لازم يمارسوا انواع مختلفه من الجنس، وده بيدمرهم كلهم نفسيا بلا استثناء. يعني مش مجرد امراض مختلفه هتكون منتشره، هيكون الامراض النفسيه اعلى، ونسب العنف اعلى، ونسب الانتحار اعلى، بالتالي نسب الارهاب هتكون كمان عاليه. ان احنا بنحاول ننظفه في بلدنا، ولا بنحاول نعزم اقتصاد احسن، الفيجن بتاعت العشر سنين او الحاجات اللي بتحصل دلوقتي اللي المفروض ان شاء الله خلال العشر سنين الجايين تكون من البلاد المزدهره اقتصاديا على مستوى العالم، من العشر بلاد المزدهره اقتصاديا على مستوى العالم. الكلام ده جاي مدروس بره، alright. not just مصر اللي بتقول كده، انا ما بتكلمش على اللسان مثلا الدوله في مصر، بتكلم على اللسان المتخصصين اللي بره اللي شافوا ان الريتم اللي مصر ماشيه بيه دلوقتي ممكن يحطها في مكانة اقتصادية عالية في العشر سنين الجايين. لكن أنا دلوقتي جاي أقول لك خلي بالك وانت بتركز في الجزء ده، برضو أرجوك ركز في جزء الشباب وأنواع المخدرات المختلفة، و يعني ابدأ اتعلم أكتر عن، وأنا عارفة أن انتوا عارفين في الجهاز بتاعنا أكيد فاهم كل حاجة، ولكن ابدأ شوف كل التفاصيل عن السي بي دي، الزيوت اللي معمولة من الماريجوانا، وتحصل ايه في امريكا دلوقتي. انا عارفة ان الاعلام لسه ما ضربش الحتة دي، لان الاعلام طبعا شركات اللي ماسكين الاعلام واللي ماسكين الفارماسيوتيكال اندستري واللي ماسكين شركات الدواء متحكمين في العالم يا جماعه، تمام؟ فشركات الادويه مهزوزه الى حد ما، وفي صراع مريب جدا 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 بيهايند ذا سينز. بيهايند ذا سينز الفاكسين لسه، يا فاكسين كورونا فاكسين، ما احنا لازم نحضر العفريت ونصرفه. Alright. ما هي الا تحضيرا للعفريت يا جدعان، بوريكوا اهو، استنوا بقى نخش سونيا سليم تاني عشان الشعب ما بيحبش. وخلي بالك انا حاطه لك لولي على وسطي، لما اقول لك لولي على وسطي دي ستيتمنت، لولي على وسطي. شركات الادويه، احنا لازم نحضر العفريت، احنا لازم نحضر العفريت، خلي بالك، وهنصرفه لك برضه بس هنحضره الاول. احنا بنحضر العفريت والاعلام ايه بيصفره. خد معايا الجعران الصغير ده، مش قليل ده، انا جايباه من بق خوفه نفسه. خلي بالك احنا بنحضره وهنصرفه وهنحضر غيره، وهنشتغل لك في الازرق، بس الازرق هيكون مقنن، وهيتصارعوا عليه رجال الاعمال ورجال الامن والامان وشركات الادويه. كلمة quote again, this is a quote from a doctor. أنا عايز أشرب ثواني بعد إذنكم. يا أختي سونيا سليم فايقة، أمال لو مش فايقة هتعمل فينا إيه؟ هتقلع علينا ملط؟ يا أختي البت بقت فجرة وقادرة.
العلم نور، المعلومات قوة. عايزين تقوا في الدنيا اتعلموا. أقوى حاجة دلوقتي هي المعلومات يا سادة. يا اختي صبرك علي، صبرك علي يا وسطي، مش هيقدر يتهز طول الوقت كده من غير مية عشان الليونة. الله، خلي بالك من المية الفترة الجاية، المية خلي بالك بس من المية. الدنيا حلوة وماما حلوة، ولازم تفهم الدنيا ماشية بره ازاي عشان تعرف ايه تخلي الناس حلوة كده ومتظبطة من غير خسائر تانية. يعني انا بحب طبعا كمان خرسيه الوقايه خير من العلاج، بس طبعا صباح الفل، انا كائن واقعي دلوقتي لابعد الحدود. ادم الدنيا فيها اللخبطه الفلانيه دي، ازاي نعالجها باقل الخسائر، وازاي نعالج حته من هنا من غير ما نكون بنبوظ حته من هنا. عشان كده انا بحاول الفت انتباهك سيدي الرئيس لهذا الجزء من الكوكب، عشان يعني ما تبقاش انت بتبني في حاجه والدنيا بايظه في حته تانية، وبعدين اللي بنبنيه من هنا بيبوظ من هنا. ارجوك ما تبقاش السفينه ماشيه وحد بيخرب. انا هدفي ان السفينه تمشي بسلام. برضو في امريكا لسه الموضوع ده مش منشور على مستوى واسع جدا، لان الاعلام لسه ما ضربش فيه، الاعلام لسه مشغول دلوقتي في الانتخابات الشيقه المغريه المثيره جدا دي. بعد جوله الانتخابات المثيره جدا دي هنكمل بقى اجندات الدوله. صباح الفل، ما هو دلوقتي هو ده اللي ماسك العالم، فكك من الناس اللي ماسكه الكرسي، ما هي الا بشر، احنا لينا في الاكبر من البشر يا معلم. خلصتك مارسن. خلينا برضو هقرا لكم الجمله دي وهقول لكم بالانجليزي، بس دي ناس معينه. holistic medicine treats the whole person, physical, mental, emotional, functional, spiritual and social needs. ارجوكم ارجوكم والله والله العظيم، والمصحف بتفشخ عشان اجيب الكلام ده. holistic medicine، الكلام ده بقى مقنن في امريكا، في ولايات كتيره بقت عادي. يعني انت عايزه تقولي ان دلوقتي الطب والدكاتره والاقتصاد والدنيا كلها ملمومه على شويه زيوت مستنسخه من الزرعه، الكانابس زرعه من الحشيشه؟ عايزه تقولي ان في مستشفيات ولا عيادات كتيره قلبت بقت عيادات بتبيع الكلام ده؟ عايزه تقولي ان في يعني صراع غريب جدا بين الدكاتره وبين بعض وبين عياداتهم وبين بعض على مين اللي هيعرف يسوق نفسه بطريقه قويه جدا 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 على الديجيتال ميديا عشان يبيع زيوت الماريجوانا بكل الطرق؟ عايزه تقولي ان الدكتور اللي متخرج من هارفارد اللي المفروض يديني دواء عشان عظمتي هيغير كلامه وهيقول لي الدواء ما ينفعش، خد الزيت ده؟ خلي بالك ارجوك، لو عايز تسبق اكسبلور الموضوع ده، ما اعرفش في مصر ممكن تعمل الموضوع ده ازاي، هو غالي بس على الاقل ده ممكن يحمي الطبقه اللي معاها فلوس، بدل ما اولادنا ولاد الناس ولاد الاكابر بدل ما يعني يروحوا ياخدوا فلوس ابوهم واهاليهم ويضربوا المخدرات العظيمه الغاليه اللي هي فوق. سيبك الكوكايين والهيروين دي بقت حاجه ايه ده؟ بقت في طبعا مستوى تاني خالص من الحاجات اللي بتضرب، اللي بتوصلهم لحاجات غريبه مش بتقضي بس عقلهم، بتخليهم يعملوا تجارب شاذه جدا، وتكبر دايرتهم بتكبر والدنيا معاهم بتكبر، والخسائر بتبقى عنيفه جدا جدا جدا، وبتستفز جدا برضو الجماعات الارهابيه من الناحيه الثانيه خلي بالك، وبتخلي الناس اللي مثلا ممكن تقول ما انت البنت دي لما تخش في الليله دي عندها حل من الحلين، يا تكمل المشوار ده وهتنتحر، يا هتخش مشوار تاني بتاع الفردوس الاعلى. وخلي بالك برضو بيعزموهم على فكره الموت، الكلام كبير قوي على افكار الموت، الكلام كله بقى على افكار الموت، ما بقاش على الارض وجمال الارض والحب اللي على الارض والعيشه الكريمه اللي على الارض، لا بقى ازاي نهيئ الشخص نفسيا على الموت. يعني عايزه تقولي ان ممكن يكون في ارهاب الانتحار؟ لازم جروب كبيره من الناس على الانتحار بتحصل، لان هم بيكونوا مدمرين جدا بسبب حاجات زي اللي بنمر بيها دلوقتي. وطبعا بعد الشقيق العزيز كوفيد او كورونا اللي دخلت حياتنا ومش هتطلع من حياتنا، لان ده كورونا اعتبروها فكره مش مرض، اعتبروها فكره وهتستمر الفكره دي معانا مدى العمر.
بأشكال كتيرة وأشكال مختلفة. فكرة عشان تهد حيل الإنسان الضعيف، عشان تغير لك فكرك، عشان تتحكم على عقلك بطرق مختلفة. كتاب Coercion and its Fallout كان عن إزاي الدول كلها ما عدا مصر، لأن مصر مش عايزة تخوفك. أنا شفت في سياسة مصر مؤخرا اتجاه في أمل وفي empowerment، مش عايزين يخوفوا الناس. خلي بالك لما الكلام اللي على المنصات بيطلع بيتقال من بقهم ايه، هل كلام يطمن ولا كلام يخوف؟ اعرف القائد بتاعك من الكلام اللي بيقوله، هل بيحاول يطمنك ولا بيخوفك؟ لو حاول يخوفك يبقى ده ايه مالك، لكن لو حاول يطمنك يبقى مش بيستخدم معاك الاستراتيجية اللي بتستخدم في اماكن تانية كتيرة، وهي لازم الفقر والتخويف دلوقتي المرض. خلاص المرض بقى جزء من حياتنا. ارجوكم، انا حريصه اني احط الالوان واعمل سونيا سنيم وانا حريصه على الاداء ده، عشان اقول لك لا احنا لسه اقوياء، ولا احنا لسه نقدر نفهم، وخلي بالك والصحه النفسيه ممكن تكون في احسن اوقاتها دلوقتي لو عرفنا نفكر بطريقه تانية، لو عرفنا نتعاون وعرفنا ناخد بالنا من السيجمنت من المجتمع ده. ما تبقاش موضه ان ولادنا يشربوا مخدرات مريبه عشان معهم فلوس، ما بتبقاش موضة ان هم يجربوا الجنس بطرق مختلفة، ما تبقاش موضة ان هم يعني منعزلين في دايرة غريبة كده، واللي هو يلا اللهم شذوذ عادي، نجرب الجنس جروب عادي، نبدل بعض عادي. ده مش عادي، لان ده هيعلي نسبة ارهاب، واديني قلت لك كلام قبل كده وحصل، ودلوقتي بقوله لك تاني وبيحصل. وبيحاولوا يحموا الناس من هنا في امريكا ليه؟ لان الترند ده في مصر دلوقتي اتهرس في امريكا. بيحموهم ازاي؟ بالزيوت دي، لان خلاص كل الامراض مستعصيه بلا استثناء. again holistic medicine بلا استثناء، الامراض اللي ماسكه الانسان نفسيته وجسمه وروحه مشاعره كل حاجه بلا استثناء بيدوهم الدواء ده، وده مش دواء، دي زيوت من الماريجوانا. ولكن للاسف الشديد في علاج كبير، احنا ممكن نتكلم في كذا حلقه تانية ان شاء الله، هدخل في الموضوع ده اكتر عشان ابقى سبقت معاكم الاويرنس، لان هو لسه برضو اماكن كتيره في امريكا، ولايات كتيره في امريكا مش بتاخد من الاعلام النسبه الكافيه من الاويرنس، لان الاعلام لسه بيلعب على حبل ايه احنا الامريكي، هنقننه مش هنقننه، هنقننه مش هنقننه. في ست راحت ديزني وكانت معها الزبده وبعدين اتجنت حوارات، فانا هرس ام الاعلام ده فجايه لك من الاخر عشان عايزه افهمك الفوله اللي فيها، عشان تحاول تسبق يا مصري، عشان تحاول تركز في الاتجاهات اللي بتحصل، عشان ما تكونش بحد بيشغلك في حاجة والاتجاه ماشي في حتة تانية. اوكي، ده كلام للمؤاخذة يعني للكبار فقط. My personal recommendation, yes, if you live in the States وعندكوا access للCBDs والكلام ده كله, I recommend انك تقرأ عنه، تبحث فيه، تشوفه بالمنظار العلمي، تشوف العلم مثلا وصل بيه لإيه، تشوف التجارب اللي حصلت عليك. كان لسه مشيارة عندي على personal Facebook page TED Talk عن راجل عالج ولاده اللي عندهم 12 سنة بالCBDs. يعني كلمة لو قلناها بالعربي كده قصدك يا نهار اسود، عايزة تدي لولادنا مروانة وزيوت مروانة؟ يا خرابي يا خرابي يا ولاد، ما فكك فكك، ده انا ارقصلك بلدي دلوقتي، انا اقلك مالت وارقصلك بلدي عشان خاطر هتلوعي الكلام. انا ما قلتش الكلام ده، I'm being very precise، ان دلوقتي اتقنن الموضوع ده، في سعار بين الدكاترة ان هم ياخدوا الكلاينتس بتوع بعض ويعالجوا كل حاجة بدل الدواء. وقالتها لي دكتورة، قالت لي انا ما بقتش عايزه اعالج بالدواء التقليدي دلوقتي، انا بقيت عايزه اعالج بالزيوت الكانابس اويلز السي بي ديز، انا عايزه اعالج بالزيوت دي، بتبقى عاده ب 40 80 دولار ولا حاجه. بقى بزنس، بقى تجاره عالميه، بقى كبيره، بقى فيها يعني عارف حاجات غريبه جدا جدا. وانا اخاف بصراحه كواحده يعني حلفه يمين على الصحه النفسيه، وحلفه يمين على ان انا اخد بالي من شعور البشر او من صحه البشر النفسيه. اليمين الطبي ده الواحد لما يخش يمين، انا ظابط بحلف يمين، انا مش عارف اليمين اللي الواحد حلفه، ببقى خايفه على يعني الانتجريتي بتاع الدكتور اللي هو شاف الفلوس مش شاف صحه الشخص قد ايه. ولكن ده بيعزمنا على الاقل ان احنا نفكر ونبحث ونشوف ايه الزيوت دي، هل في فرصه ان
ان في يبقى في تعاون في الحتت دي، هل هتفيد، هل هتبدل المخدرات الخطر على الولاد، هل هتعالج فعلا زي ما قالوا، هل هتنقذ سيجمنت من المجتمع، شريحة من المجتمع بالميول العنيفة الانتحارية، هل هتقلل في نسب الإرهاب. أرجوكوا، أنا بمجرد بحلل وبوريكوا إن ده ممكن يساعد. الصفحة دي لازم نشوفها ونفتحها ونفهم فيها، نخلي متخصصينا يحاولوا يفهمونا فيها ويشاركونا وتطلع في النور، هتبقى مادة حلوة للنقاش. خلي بالك في الإعلام، لأنه الإعلام دلوقتي يعني أنا ما زلت شايفة إن الإعلام بعيد عن الواقع بصراحة. يعني انا مش فاهماك برضو، انا مش فاهماك لما بلاقي كيسز غريبه جدا بتحصل مع الولاد والشباب والكلام ده كله. وانت يعني انا اسفه، انا بكلم هدفي دايما الشباب اللي في الصغير. مصر شابه، مصر نسب الشباب فيها كتير. اكيد اكيد لما بتكلم على الكبار في السن في الستينات والسبعينات وعلى راسي، بيقولوا لي انا مش عايش ولا هو في ايه بالظبط، هو في ايه العالم الاخر. That's why I have to be a Sonia's name sometimes. الشباب والسيجمنت دي والعالم الضلمة ده له ناسه، فحضراتكم الكبار الموقرين على راسي وعلى عيني، بس انتوا قاعدين في بابل برضو، ما زلتوا في بابل، ودايما بقول لكم انتوا ما زلتوا في بابل. بما فيهم الاعلام، الاعلام في بابل. انزل يا معلم للشباب، انزل اقعد معاهم، انزل حس بيهم من غير ما تحكم عليهم، انزل شوف هم بيعملوا ايه في بعض وبيعملوا ايه في نفسهم. وما تتجاهلش، حاول توصل الموضوع بالطريقة فيها constructive يعني criticism and in the same time here's the solution. زي ما مي خرسيتي بتحاول تعمل، سونيا سليم بتحاول تعمل دلوقتي في مشكلة معينة، العالم الخارجي عمل ايه فيها، امريكا عملت ايه فيها، بتتناولها ازاي، التناول ده مساعدهم ايه اقتصاديا دلوقتي، ومساعدهم ازاي ان هم يقضوا على مشاكل كتيرة نفسية وجسدية والكلام ده كله، ان هو واضح ان السي بي دي شغال. الكونسومر هو اللي بيحكم، والسو فار من كتر ما الكونسومر المشتري عالي نسبته جدا، فبقى الموضوع ده سوق كبير، واضح انه عالج، واضح انه ساعد، فتعالى نفحص فيه، تعالى احنا كشرق اوسط نشوف او مصر نشوف ما يمكن الموضوع ده هيساعد ولادنا احسن من اللي هم بيعملوه دلوقتي. عشان اللي بيعملوه دلوقتي بيرفع من غصب عنك، بيرفع. انا شفت كيسز كتيره وكيس ستاريز كتيره جدا من الناس اللي تحولت لافكار او يعني مخهم تحول ل العقلية إرهابية. شفتهم كانوا في الأول في الضياع، في 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 الضلمة، في في تجارب المخدرات وتجارب الجنس المختلفة. فدي حاجة مش مفروض نطنشها، لأن دي هتوصلهم لمشاكل مختلفة. نبرة الكلام من الناس دي ما بقتش مجرد للرجالة اللي هو الحق السبعين حرية، خلصت يا معلم، ما بقتش بس السبعين حرية، بقت نبرة بتستخدم للنساء اللي هو الفردوس الاعلى، القصر اللي هيكون مبني لك، والموت قريب والموت جاي والموت مهم، واحسن حاجه الموت وهتقابلي الرحمة. خلي بالك من النبرات اللي هي يعني متجهه دلوقتي. I'm gonna leave you دلوقتي with this thought. الكلام ده again لناس معينه في الدوله، to be honest with you، هو مش للماس. انا مش بقرا الكومنتس بتاعتكم دلوقتي، انا اسفه لاني واقفه، and I just wanted to make sure ان المعلومات دلوقتي واضحة اكتر، عشان ما نستهزئش بيها ونيجي كمان سنتين ويقول لك كان قصدك ايه. طب ما انا بقولها يا اخوي، انا اعمل لك الصاجات يعني عشان ما انا بقولها، تقعدش بقى بعد سنتين ثلاثة تقول لي يا نهار اسود كان قصدك ايه لما قلت كذا، ما انا بقول لك اللي فيها هوا يا معلم من بق الاسد. اعمل لك ايه تاني؟ سونيا سليم وعملنا رابعة العدوية، وعملنا عملت كل حاجة في الدماغي خمس سنين، عملتكوا كل الشخصيات. شخصيات ايه تاني اللي انتوا عايزين؟ صحيح شخصيات ايه تاني اللي انتوا عايزين؟ اعزائي المشاهدين، تحبوا تشوفوا الشخصية الجاية ايه؟ بس انا عاجبني شغل الرقاصة ده. سونيا سليم من فضلك، تحبوا تشوفوا ايه معانا في برنامج المنوعات ده؟ طبعا الفقرة بتاعت الرجالة والستات والحب والغرام والبوس والاحضان وامصان النوم. فقرة امصان النوم دي بالليل عندي، عشان انا دلوقتي لسه عندي شوية شغل. بالليل كده هطلع على الكاميرا واقول لكم، هكون بسوق ولا اكون باكل ولا اكون بعمل الحاجات اللي بعملها دايما، عشان بحب اعمل مالتي تاسكينج. واقول للست ازاي تظبط جوزها وازاي تخلي جوزها ما يخونهاش، عشان الخيانات الزوجية برضو بتوصل للارهاب النفسي، والارهاب النفسي لما يزيد النسوان، في نسوان نفسيتهم بتبقى حساس، بتقلب كده من هنا يا اخويا، وبتخش بقى في جماعات غريبه الله اعلم ايه هي، وبتهب منها، تهب منها فوق، عشان بتلاقي الجماعات بتطبطب عليها وبتاخد الطبطبه
زي حزان الجزم، ما قال ما بتاخد الطبطبة ما بتاخدهاش من جوزها، بتاخدها من الناس الغريبة دي، وتقول لها ايه يا ولاد الفردوس الاعلى وهات العيال وهقول لهم السبعين حورية. طبعا هو عيب قوي لو احنا فكرنا احنا كمان في سبعين حورية رجال. طب ايش معنى انا ما اخدش سبعين حورية في الرجال؟ ايش معنى يا اختي الراجل يخش الجنة ويبسط وانا اخش الجنة ويبقى لي قصر؟ طب ما انا عايزة برضه اتبسط، هو انا لا انبسط في الارض ولا انبسط في الاخرة؟ فخلي بالكو المتعة الجنسية بين الازواج مهم جدا 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 برضه للمكافحة في الإرهاب. وأنا شخصيا نفسي أشوفكم مبسوطين، عشان لو أنتوا اتبسطتوا أنا هبسط لكم، عشان أنا لسه قاعدة كده جاهزة ومتربسة ولابسة لبس الشغل وجاهزة للمرحوم اللي جاي في حياتي. الله يكون في عون، يا رب يكون صحته كويس، يا رب يكون اخلاقه كويس، يا رب يا رب يا رب يكون فاهم ان الفرسه دي بتطرد اي خيال مش فاهم، يا رب الراجل ما يبقاش حمار عشان ما يطلطش، يا رب يا رب يفهم اللي فيها، عشان في نسوان كده صعبه قوي قوي سهل ممتنع. خلي بالك يا حمار، خلي بالك دي 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 ممكن تبحيك من الوجود اصلا. خلي بالك الطاقة موجودة والشغل موجود والليلة حلوة وماما حلوة وكل حاجة حلوة وموجودة وقاعدة مستنية. خلي بالك لما يبقى فولكينو مستني 33 سنة هتطلع من ليلة الدخلة على الإنعاش. واديني حذرتك والمصحف، انا عارفه انك عايز ليله الدخله في جزيره صامته عشان ما حدش يعرف اللي بيحصل، انها هتبقى فضيحه بجلاجل، لكن انت اللي هتخش على الانعاش تلعب بديلك كده، تلعب بديلك كده برموشك كده بعينك كده هتتمحي عن وجه الوجوه. فاحذر هذه السيده والحيزبونه، تخش محترم نظيف 100% نظيف، والنعمه لا جهاز مخابرات مصري ولا امريكا هيحلك مني 100% نظيف، احطك على سيتي راسي وبص الاداء موجود، الاداء موجود، واجيب لك الشبشب واقول لك اتفضل يا سيد واعمل لك اللي انت عايزه. هتقل ادبك هنتفك وهمسحك، هخليك ماشي متعور لانتايا ولا تقر يبصوا لك. I just love this. الاداء على فكره الاداء ده بحبه قوي. يلا يا جماعه فكروا فيها، باي.